اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم في رحاب الوطن عبر صباح الشروق على الهواء مباشره. تحيه لكل من انضم الان لنا ولمتابعتنا، ويمكن ايضا بالذوق العام ان نعيش جميعا. والدرس الاول في حصه وطن ممكن يكون انه كلنا ننمي الحس الوطني العالي وننمي ونطور من الذوق العام. أه. واي واحد يعرف حقوقه، ولما نتكلم عن الانسان هو خلق حتى انه يعيش بسلام وامان، والامان ديال لازم يشمل جوانب الحياه المختلفه من الاستهلاك. ولما نتكلم عن حمايه المستهلك يا حسام ومشاهدينا، يعني ما حصرنا فقط في جانب الاكل والشراب والغذاء، ويشمل جوانب ثانيه على حياه الانسان. نعم. على ارض البسيطه يمكن ان نتحدث في الثقافه، في الفنون بصوره عامه، كقيم جماليه تعيش بين الناس وتاثر تاثير كبير جدا على حياه الناس. صحيح. اغنيه ممكن تكون خادشه تأثر علينا كمستمع، وأنا مستمع مستهلك. صحيح. لهذا الغناء. صحيح. الجميل، فبحتاج حماية. هو الموضوع بقى قضية رأي عام، وقضية الرأي العام لازم تطلع من منابر إعلامية حتى أن التوعية تصل بالصورة المطلوبة. إحنا اليوم حنتناول حماية المستهلك بجوانب تانية، حناخد من كل بستان زهرة كذا عشان ننوع في شكل المحتوى. بكل تأكيد ضيفنا مشاهدينا الكرام له باع كبير في هذا المجال، في مجال الثقافة وحماية المستهلك، فهو عالمي وله عدد من المبادرات، وأيضا هو مؤسس ومدير لمركز شعاع للثقافة والفنون، وكذلك هذا المركز في مدينة مدني، إذن هو من أبناء ود مدني. خلاص، بما أنك فصحت عن ود مدني والجوانب الإبداعية اللي بتحوي ود مدني، حنتناول السيرة الذاتية من خلال محاور عدة. هو طبعا إبداع يمشي على قدمين، لكن نشوف كيف سير هذه التفاصيل في حياته حتى أنه تحولت الفكرة من مجتمع كبير حتى للنجم، أنه دائما نعلمهم من هم صغار عشان يهتموا بهذا الوطن وارتقوا به إلى مصافي الجمال. سعداء أيكم معنا الأستاذ الإعلامي والموسيقي والقانوني، كوكتيل كذا جميل كذا، أستاذ عبد المحمود عبد السلام. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا بقناة الشروق الفضائية، طبعا شمس السودان التي لا تغيب ولن تغيب أبدا. أرحب بكل المشاهدين، كل المشاهدين اللي انضموا لمشاهدتنا في جميع أنحاء السودان، وأرسل التحايا للزملاء والأهل بود مدني. وبالنسبة لي طبعا ود مدني مزغة الرأس، وهي المدينة التي أنجبت الإعلاميين، يعني معليش هي ما تحيز، لكن هي معلومة أن هذه المدينة حبلة. نعم، حبلة ومتميزة، وما زالت يعني تنجب الكثير. كما أرسل تحايا خاصة جدا للزملاء بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكل الإعلاميين على مستوى السودان، والإعلاميين باتحاد الإعلاميين العرب، وكل الإعلاميين إن شاء الله. نعم. قبل ما ندخل في موضوعنا، أنت يعني مؤسس لمركز شعاع للثقافة والفنون. نعم. في مدينة ود مدني، باعتبار الثقافة مجموعة من القيم والعادات والتقاليد وما إلى ذلك، ويقولون دائما أنك إذا أردت أن تنظر إلى أمة فانظر إلى فنونها. مدني مدينة الجمال التي تطالب بالابتسام وأنت داخل إليها. نعم. وأنت إعلامي موسيقي وقانوني، جمعت بين كل هذه الأضلاع، فكيف تنظر إلى الفنون كقيمة جمالية في حياة الناس؟ الفن يعني هو موجود في كل شيء. الفن لا يمكن أن نستغني عنه أبدا. كلامك ده يعني نتكلم ببساطة ذكرني أول أمس وأنا بستمع لأغنية للفنان ده في جانب الفن الموسيقي، طبعا الفنان صلاح بن البادية، وأغنية الباقي باقي. سلام. يعني لما استمعت للأغنية دي حقيقة قلت إنه الذي يستمع لصلاح بن البادية يدرك أن الله جميل يحب الجمال. فالجمال، الفن هو الجمال، الفن يخاطب الإنسانية جمعاء، الفن يدعو إلى التآلف ويدعو إلى الوحدة. الفن دعوة للجمال في كل النواحي. حقيقة سؤالك عجبني جدا، وأنا إنسان فنان، وفي الحقيقة فنان موسيقي.
وانا اقول له ان الايقاع والموسيقى موجوده في كل شيء. اها. بالنسبه لي انا كموسيقي، القانون فيه ايقاع؟ القانون ينظم كل شيء. يعني واحد سالني قبل كده السؤال ده قال لي يا اخي انت كيف جمعت، لانه الايقاع منظم برضه، جمعت بين الايقاع والموسيقى والاعلام والفن؟ قلت له يا اخي الاعلام يحتوي على كل شيء، والموسيقى موجوده في كل شيء، والقانون ينظم كل شيء. أه. فكان قدري ان يعني ان اجمع بين هذه الاشياء التي درستها، يعني درست القانون اولا، فالموسيقى، فالاعلام، ولكن الاعلام زي ما بيقولوا طغى على كل شيء. جميل. نعم. دي جوانب مختلفه. نعم. حنتعرف عليها ومدى ارتباطها بحياه. نعم. الناس. نعم. لكن لو تكلمنا عن حمايه المستهلك، الاسم فضفاض يعني ما ممكن نحصره في جانب معين يشمل جوانب الحياه المختلفه، ولكن الان من خلال الثالوث ده انت موسيقي واعلامي وتفاصيل اخرى. نعم. نتكلم نربطها بالجانب ده يعني. نعم. حمايه المستهلك ما نقصد بها شنو؟ والله يا اخي اول حاجه كلمه الثالوث دي حلوه جدا، لانه يمكن ان تحاصر قضيه حمايه المستهلك بالاعلام وبالفن، الاعمال الفنيه التوعويه وبالقانون. يعني نشرع قوانين والقوانين موجودة، لكن كيف نضبطها بشكل أفضل؟ حماية المستهلك مصطلح كبير، تبدأ من كيف يعرف حقوقه في الأول، بالإضافة لأن حماية المستهلك ليست يعني حماية من، في ناس كثير بتفتكر أنه حمايته من السلعة بس المدة المنتهية أو صلاحية السلعة، أبدا. حماية المستهلك تصل إلى مرحلة انه كيف الانسان حتى تحميه من الضجيج ومن التشويش، من الاستماع لانتاج اعلامي او فني يكون يعني ما برق لذوقه. في اغنيه قد يعني تهبط بذوق المستمع، وفي اغنيه قد ترتفع بذوق المستمع. حمايه المستهلك هي الحياه، وحياتنا كلها هي استهلاك، وكل الناس مستهلكين، ما في انسان ما مستهلك. ممكن تلقى في زول رياضي لكن في واحد غير رياضي مثلا، في واحد مغني وواحد غير مغني، لكن بالاخير نبغى كلنا يعني مستهلكين. حمايه المستهلك تصل الى مراحل بعيده، نحن يعني ممكن في البيئه اللي بيعيش فيها المستهلك، الاجواء العامه، الاكل، الشرب، الحياه، الهواء اللي بتنفسه، كل حاجه حمايه المستهلك. ونحن الآن في مرحلة بفتكر أنه كل الإشكالات اللي حصلت في الفترة الماضية وحدثت في واقعنا من مشاكل ومن ضغوطات، كلها هي يعني مسألة بتاعت استهلاك. يعني عندما عجز المستهلك عن تناول حاجياته الطبيعية اللي كان بيستخدمها يوميا، أصبح هناك فرق ما بين احتياجاته وبين متطلباته وبين ما يدفعه. نعم. فلذلك حدثت الصدمة الكبيرة، وفي النهاية المسألة كلها مسألة بتاعت استهلاك يعني. جميل. طيب نحن تكلمنا عن انك انت ناشط عالمي في مجال الثقافة وحماية، في مجال الثقافة بصورة عامة. نعم. في مجال حماية المستهلك، وانت هسه مشيت مشي كويس جدا في المصطلح اللي تكلمنا عنه، اتفقنا كلنا وزي ما كل الناس عارفه انه هو فضفاض جدا. نعم. وفيه كثير جدا من الكلام ممكن نقوله. اشيرنا برضه لانه انت عندك مجموعه من المبادرات، وحنجيب في عدد من المبادرات. خلينا نتكلم عن مبادره ميثاق الاعلاميين العرب لحمايه المستهلك اللي انت قمت باطلاقها في جمهوريه مصر العربيه. والكلام ده كان ضمن فعاليه المونديال الدولي للاعلام العربي، كده كلمنا عنها. والله في الحقيقة يعني مبادرة ميثاق شرف الإعلاميين العرب لحماية المستهلك العربي هي مبادرة أنا شاركت بها في المونديال الدولي للإعلام العربي في الغردقة بجمهورية مصر قبل فترة. وحقيقة أنا مهموم بقضية المستهلك يعني بطبعي، و أنا عضو اتحاد الإعلاميين العرب. فكان في المونديال حيكون في الوقت ده قاموا قدموا لي الدعوة وقال لي يا أخي تجي تشارك معانا في المونديال ده باعتبارك أنت سوداني يعني وعضو معانا في الاتحاد الإعلاميين. وكعادة السودانيين ما بنحب نمشي يدنا فاضية يعني، دائما لازم نمشي بحاجة متميزة.
لازم نقدم شيء يعني سوداني دائما لازم يكون متميز في كل المحافل العربيه والدوليه. يعني انا بفتكر بيعرف يقدم نفسه كيف بيعرف يقدم نفسه. فالمهم قعدتها وانا مهموم بالقضيه دي انا كاعلامي وكان مهموم ايضا بقضيه حمايه المستهلك. فكان في الوقت ذاك انا كنت بحمل الفكره كميثاق شرف نعمله هنا للاعلاميين السودانيين، لكن ربنا اراد انه ما يعني الفكره ما رات النور هنا للاعلاميين السودانيين. فقلت خلاص انا ما دام جاتني دعوه ودعوه مكلفه وهم مرسلين لي فيها كل شيء، يا اخي انا لازم اعمل خطوه تكون كبيره وخطوه اقدر انه اضيف من خلالها لواقع الاعلاميين انا كسوداني والاعلاميين العرب. فحولت الفكره لميثاق شرف للاعلاميين العرب ورسلت لهم المبادره، بتذكر عن طريق الايميل كلها ببنود، طبعا فيها بنود انا دعيت لها كثيرا ان شاء الله حنتعرض عليها اليوم. فأول ما وصلتهم عن طريق الايميل فالشيء الجميل انه يعني السيد رئيس اتحاد الاعلاميين العرب يتواصل معي بالتليفون وقال لي يا استاذ عبد المحمود يا اخي دي مبادره رائعه جدا جدا. طبعا احنا بنعرف انه اخواننا المصريين بيهتموا بالافكار الجديده يعني. فقاموا عملوا لها اجتماع في نفس اليوم، اجتماع يعني في نفس اليوم واجازوها قدموا لي الدعوه اكملوا باجراءات الدعوه وقال لي يا اخي تجي تشارك على طول طبعا، والدعوه دي مفتوحه لك وهذه المبادره مبادرة كبيرة نحن بنعتبرها. المبادرة طبعا جاءت في وقت كان في الإشكالات بتاعت الحاصلة بين الدول وقت ذاك في الأغذية الداخلة والماركة بين السودان وبين مصر وبين دول كثيرة. فكانت معبرة يعني بشكل كبير يعني. طيب نعم. أستاذ عبد المحمود هذه المبادرة انطلقت من قاهرة المعز ويجب أن تشمل كل جوانب الحياة في كل دول العالم، لكن أن تكون المبادرة في شكلها ليس فقط منحصرة في المركز الخرطوم وولاية السودان، تنفتح حتى عربيا. إذا تحدثنا عن هذا التلاقح وأهمية الإعلام في حماية الإنسان نفسه والمستهلك على وجه الخصوص يعني، فنشوف دور الإعلام حتى في المنابر التثقيفية التوعوية، ما يهم الإعلام وما يهم المواطن. سؤالك ده جميل جدا يعني الإعلام وعلاقته بحماية المستهلك ده الإطار اللي أنا ببحث فيه يعني، وأصلا قامت من أجل المبادرة بتاعت ميثاق شرف الإعلاميين. يعني أنا بفتكر أنه قضية حماية المستهلك وفقا للمبادرة دي التي أنا يعني أسست لها المفهوم ده بعتبر إنها قضية إعلامية في الدرج من الدرجة الأولى يعني. ليه؟ لأنه الإعلام وما ما ما عنده من سحر وما عنده من قوة بتاع التأثير يستطيع إنه يحل كل المشاكل المعقدة يعني. طيب المطلوب منه شنو؟ لأنه بس عشان الزمن دائما نعم بحاصرنا، المطلوب من الإعلام يعني في قضية حماية المستهلك تحديدا إنه نحن نمرق من الإطار بتاع الإعلام بتاع الضبطيات. بمعنى حتى الآن ما زالت قضية حماية المستهلك في السودان بشكل عام وفي الدول العربية هي قضية ما زالت عبارة عن خبر في جريدة. تم ضبط كميات من من الأغذية الفاسدة، الأغذية المنتهية الصلاحية، عبارة عن خبر في جريدة تلقاه، عبارة عن خبر في إذاعة. لكن نحن عايزين نأسس لأنه هي أكبر من كده يعني، نمرقها من إعلام الضبطيات ومن عبارة عن خبر في جريدة أو مجلة أو إذاعة لتصبح قضية أهم كبير يتبناه الإعلام، ثقافة من ضمن موانئ ثقافة يتبناه الإعلام العربي في شكل أطروحات ومقترحات أنا قدمتها في المبادرة التي تبنتها فيما بعد دولة الجزائر طبعا نتعرض لها ان شاء الله. نعم تكلم على حته نعم. دولة الجزائر تبنت المبادرة نعم. ممثلة في المنظمة الجزائرية بحماية ورشاد المستهلك، والكلام ده قلنا عنه نعم. رسميا هو الريدة مشت كيف؟ المبادرة انتهيت منها من القاهرة، انا دشنتها في القاهرة كإطلاق وتدشين وجيت اتحركت بها هنا يعني في السودان، اتحركت بها فترة بتاعت تقريبا ما يقارب العام في السودان نعم، ومشيت وزارة الإعلام في وقت ذاك قبل عام ونصف أو عامين تقريبا. إخواننا أنا عندي مبادرة اسمها ميثاق شرف للإعلاميين العرب، تم عملتها في القاهرة أطلقتها
وتحركت بها في كم اتجاه في السودان ولا حياة لمن تنادي. فكان أن اتصلوا بي الإخوة الجزائريين، دولة الجزائر ممثلة في المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الجزائري ومحيطه، ووجهوا لي بعض الأسئلة: يا أخي بعد أنه نحن محتاجين للمبادرة دي، في جهة تبنتها؟ فقلت لهم ما في جهة تبنتها والله. قال لي: يا أخي نحن والله معجبين بالمبادرة دي كمنظمة، وهي في الحقيقة المنظمة الكبيرة في الجزائر اللي بتعمل في مجال حماية المستهلك. فقال بعد كم سؤال جبت لهم، قلت لهم يا أخي أنا ما عندي مانع، فإلا تعملوا لي إعلان رسمي عشان يبقى التزام أدبي. فكان أن التزموا بإعلان رسمي في كل وسائل الإعلام الرسمي عندهم، والإعلام الإلكتروني وموقع المنظمة. تبنوا المبادرة بشكل كامل والتزموا بعمل مؤتمر دولي لهذه المبادرة يكون على رأسه السودان، يقام في الجزائر. ولكن طبعا ظروف الجزائر في العام ده كانت ما يدور فيها من ثورة، كان مفترض تكون في عام في شهر يونيو الماضي، لكن هسه نحن موعودين ان شاء الله في الفترة القادمة يكون المؤتمر الدولي في الجزائر ان شاء الله. طيب استاذ عبد المحمود، يعني جميل ان نرى افكار تحلق عاليا في اكثر من فضاء، ولكن المؤسف أن لا تنفذ هذه الأفكار في بلد يحتاج لهذه المبادرات. وإنت تكلمت عن أنه قدمت هذه المبادرة للجهات المختصة ولكن ما وجدت القبول والاستحسان، في حين أنها هي يجب أن تجد القبول والاستحسان. إحنا في عهد جديد وفي استشراف مستقبل واعد بإذن الله، فعايزين تضافر الجهود عشان الوطن ده يمشي لقدام. فالآن هل تعود بهذه المبادرة إلى حضن هذا الوطن وتعمل جاهد لتقديمه بالصورة المطلوبة؟ وعشان نعرف المشاهد ده أكثر، نربطه ما بين السؤال اللي ذكرته إنه كانت من الخارج يجب أن تعمم في الداخل في هذا العهد الجديد. المبادرة الفقرات بتاعتها شنو عشان نعرف بها المشاهد، يعني تشمل إيه؟ والله طبعا البنود اللي أنا كتبتها كمقترحات من ضمن المبادرة: عمل إذاعة دولية عربية قومية عربية تعنى بقضايا وحماية المستهلك وتوعيته، وعمل أيضا يعني جريدة عربية قومية تصدر من دولة عربية محددة أيضا تعنى بتوعية المستهلك. وأنا أقول جريدة أو إذاعة دولية عربية، يعني ما بتتكلم عن السودان بس، يعني زي صوت العرب في القاهرة اللي هي بتبث كلها رسالة للعرب. ونحن محتاجين لإذاعة دولية عربية تكون بهام عربي، لأنه الاقتصاد العربي لا يتجزأ، أيضا قضية المستهلك العربي ومشاكلها لا تتجزأ، كلها مرتبطة مع بعض. مصر مرتبطة مع السودان، والسودان مرتبط بسوريا، وسوريا مربوطة بمسألة بتاع التجارة هي، يعني لما يكون في تبادل تجاري معناه هي دي التجارة، معناه دي الاستهلاك، معناه هي السلع. بالتالي لازم بالميثاق ده يعمل إذاعة دولية عربية أساس إنه يقدر يوفر. في شيء مهم جدا وأنا أضفته في بندي من بنود المبادرة دي، اللي هو دعيت لقيام ما يسمى بمسرح المستهلك في كل دولة عربية، إنه يكون في مسرح للمستهلك، مسرح تطرح فيه الدراما والمسرحيات المسرحيات اللي علاقة بقضايا المستهلك. وحتى دعيت لأنه المسرح المستهلك يقام من خلال المبادرة دي، يعني نحس للسودان بأنه بعدين يقيموا في السودان باعتباره هو الوسط، يعني ده من خلال فنون ممكن مسرح تعبر مسرح المستهلك العربي. جميل. حنجي لتفاصيل تانية. وأنا لسه مصر على أنه تعمم هذه المبادرة، يعني تجد السودان هنا وتجد الرضا يعني، لكن استأذنك نغني معاك ونجي نواصل من تاني حوارنا الجميل مع أستاذنا عبد المحمد. أقسمنا لازم نبني، صممنا وحبك يسندنا،
فيها والجاري مشعل ما يضوي الآخر. ارفع غدري يا بلدنا، اشرح صدري يا بلدنا، اشرق فجري يا بلدنا. في الوادي صممنا لازم نبني، بايدينا لازم نبني، بايدينا 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 بايدينا. تعرفنا نستخدم فاسنا، خيراتك تكسر منها في حقولنا، يعمل نحرسنا نستبدل عطمو الجنة. تعرفنا نستخدم فاسنا، خيراتك تكسر منها بغفاري يا بلدنا، مزهاري يا بلدنا، عشت خياري يا بلدنا. في وادي صممنا لازم نبني، بايدينا 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 بدموعنا المنتحرة الوعية، أرجائك نبني أصنع مجهودنا الموصول السعية، الدنيا نملاها وضع. مجموعنا المنتحرة الوعية، أرجائك نبني أصنع مجهودنا الموصول السعية، الدنيا نملاها وضع. يا بلدنا نبيت في همة يا بلدنا، لأعلى قمة يا بلدنا نهتف بيت صممنا لازم نبني، بإيدينا لازم نبني، بإيدينا 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 بإيدينا. لمجدك صمدت أبطالنا في كنري ضد الغازي، من أجلك من استغلالنا يحدون الإخلاص والدين. لمجدك صمدت أبطالنا في كنري ضد الغازي، من أجلك من استغلالنا يحدون الإخلاص والدين. أهلا وسهلا. عملية البناء بتبدأ من الإنسان نفسه، ولا شك أنه نحن في مرحلة بتاعة بناء. يعني بنعود مجددا أستاذ عبد المحمود، عندنا كم مبادرة كده لازم نلخصها معاك، ولكن لو تعرضنا انه الموضوع الاخير اللي كان عايم كده في الهواء لازم انه نحدده. يعني المبادره ديك مشت خلاص وبقت حقوق لاخرين يعني. نعم. فكيف ممكن بقيه المبادرات تنزل على ارض الواقع وتجد منا احنا اهتمام اكبر؟ والله انا بتكلم بشكل عام انه نحن افترض نحن في السودان الان وفي المرحله الجايه يعني نهتم بالمبادرات بعد كل الناس، والبلد محتاج مبادرات كثيره. يعني بعد ذاك الناس تقوم تهتم باي مبادره واي عصف ذهني. العصف الذهني بالمناسبه المبادرات هي ممكن تكون حل لقضايا كثيره جدا في واقعنا ومجتمعنا المعاش الان. القضيه ما بحث علمي وعلم، نحن نمزج ما بين البحث العلمي وبين الافكار. يعني المبادرات عباره عن افكار، ممكن تكون مخرج. يعني ممكن يجيك واحد يديك فكره لو زي ما بيقولوا مجنونه لحل قضيه المواصلات او لحل قضيه الخبز. يعني مع الاهتمام بالعلمي نعمل مزيج مع بعض. بالتالي انا اتوقع انه نهتم بالمبادرات في الفترة الجاية لكل الشباب لكل الناس، عشان نقدر نطلع أفكار جديدة. يعني الواقع محتاج لأفكار جديدة حقا. جميل. نحن عاوزين برضو نقدر نهتم بمبادرتين تاني إن شاء الله فيما تبقى من زمن. حاول نلقى عليهم الضوء بسرعة شوية. تحت شعار مستهلك صغير واعي وغاية للمستقبل الجاي، دي كانت مبادرة الأطفال أساس حماية المستهلك. ودي مبادرة تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى. نتكلم عن المبادرة دي. مبادرة الأطفال أساس حماية المستهلك هي من ضمن اهتماماتي برضو، اهتمام المستهلك. هناك المستهلك العربي وهنا المستهلك الصغير، وأنا بعتبر مبادرة عالمية. يعني من وين جاي العالمية بتاعتها؟ من أنه الأطفال موجودين في كل العالم، مشكلة المستهلك الصغير موجودة في كل العالم. من هنا ممكن تبقى مبادرة عالمية، وأنا مسميها المبادرة العالمية. برضو أنا متحرك بها على مستوى المنظمات الدولية الآن، ببحث عن جهة تتبنى وتهتم برضو، وما قاعد افتر من البحث على اساس انه الواحد يبقى جهات تهتم. يعني هي مبادره تعمل على توعيه الاطفال بثقافه التقييس او ثقافه المواصفات. الاطفال بيعانوا من اشياء كثيره لانهم مستهدفين في الدرجه الاولى. لما انا اقوم اعمل توعيه للطفل الان، هو كاساس يبقى واعي بحقوقه كمستهلك، بقضايا الاستهلاك، بمشاكل الغذاء
وسلامة الغذاء حيبقى لي أساس للكزول للزول الكبير بعدين. معلش يا أستاذ عبد المحمود، يعني في موضوع الأطفال يعني هل تقصد أنت لما يمشي أي محل تجاري أنه لما يشتري المنتج لازم هو يكون عارف تاريخ انتهاءه؟ ممكن وكذا. يكون جزء من المبادرة المبادرة فضفاضة وكبيرة كل ما يتعلق بالأطفال وحمايتهم وبنعتبرهم أساس للمستهلك. طيب بتنزل كيف على أرض الواقع عشان الأطفال دي يجوا حظهم من المبادرة دي؟ يعني حتعمل شنو أنت؟ طبعا أنا يعني متحرك بها الآن على أساس أنه ألقى الدعم. أول حاجة عندي أنشطة وعندي برامج وعندي أجسام لازم أنزلها على الواقع. بالتالي الأجسام كثيرة وكبيرة وطبعا كل شيء عايز دعم وعايز تبني وعايز رعاية. أنا بشتغل عمل طوعي، يعني في النهاية هو عمل غير ربحي، لكن لما تلقى جهة ترعى عليك تهتم لك تدفع عليك انت دار تديها افكار دار تديها برامج ودار تديها انشطة في اساس انه نعمل الاطفال اساس حماية المستهلك، انه نعمل الاطفال ديل عشان الناس يقولوا حماية المستهلك الكبير. يعني الاطفال في السودان عندنا الان مش في كمستهلكين بيعانوا في كل شيء، معليش يعني نكون واضحين، اذا كان الكبار بيعانوا فلازم الصغار كمان محتاج تربية، محتاجين تربية محتاجين تسقيف محتاجين توعية كثيرة جدا. الطفل عندنا ما زال لسه، أنا أتكلم عن الناحية النواحي الأكاديمية، النواحي الثقافية، النواحي الفنية، النواحي التوعوية، لسه 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 كثير يعني. فأنا قمت مسكت بس جانب من الحياة اللي بتهمني في المستهلك، يعني اعتباره المستهلك الصغير يعني. نعم. طيب في مشروع ثاني برضه مجاز ومسجل، المشروع ده في الاصل نعم. عباره عن كتاب من تاليفك نعم. واعدادك، هو مشروع المنبر الاعلامي المتحرك لتوعيه المستهلك، كمان عاوزين برضه نعرف عنه حاجه. المنبر الاعلامي المتحرك لتوعيه المستهلك، انا بقول له عشانك يا مستهلك، عشانك يا مستهلك، عشانك يا مستهلك، ده اللوجو بتاعه يعني. هو برضه من ضمن المبادرات او الانشطه اللي انا متحرك بها، باعتبار انه ده تكريم للمستهلك وتقدير له، وهو منبر إعلامي متحرك بيحتوي على أنشطة وبرامج كبيرة جدا جدا ما بنقدر نحصر لك في الحلقة دي فيما تبقى من زمن، لكن بيظل هو فكرة يعني، هو عبارة عن كتاب أنا عديته من إعدادي وتأليفي. الآن أنا متحرك في طباعة الكتاب ويعني حعمل منه نسخ، عدد نسخ كده متواضعة سجلته في وقايم هسه بتحرك على أساس إنه أصدره في كتاب، لكن بجانب تاني هو كتاب وفيه محتوياته لأنه كتاب كبير، أنا هعمله في شكل مشروع برضو من ضمن مبادراتي. لأنه أنا زي ما بقولوا عاهدت نفسي إنه أكون في حماية المستهلك دي، بغض النظر عن إنه أصل لتدرج من تحقيق النجاح سواء النجاح زاد أو قل، في النهاية أنا عايزة حقق أنشطة وبرامج ومستهدف المستهلك ده بأفكار جديدة، لأنه المستهلك الآن عندنا في بلدنا الآن يعاني معاناة كبيرة جدا وفي كل شيء محتاجين، حتى في الشارع اللي بنمشي فيه نحن بنعاني صحيح. معليش يعني حتى في لاحظ الأخبار اللي بنتناولها هسه بقت في الميديا، في أخبار بتمر علينا كثير جدا مستوى يعني ما بيرتقي بالذوق العام. احنا حنجيبه ان شاء الله في جوانب ثانيه ونتمنى ان شاء الله في حلقات قادمه انه نعود للنقاط دي ونفصل فيها اكثر. مقدرين جدا استاذ عبد المحمود عبد السلام الاعلامي والموسيقي والقانوني، وناخذ كل من الثالوث ذا في المرات القادمه ان شاء الله نفصل فيه اكثر وارتباطه بالمستهلك الانسان. احنا مقدرين جدا، كثر خيرك. شكرا جزيلا لقناه الشروق شمس السودان التي لا تغيب والتي نأمل أن لا تغيب يعني، وتحية لكل الزملاء والأخوان، وأحيي أيضا جماعة نسيتهم اللي هم إذاعة ود مدني، هي بيتي الأول الذي تعلمت فيه الإعلام يعني، وأشكركم أنتم وأشكر الأخ ياسر عوض وأشكر إدارة البرنامج صباح الشروق، ونتمنى أن يظل صباحا مشرقا وجميلا على الجميع إن شاء الله بإذن الله. بهذا الإشراق وهذه الصباحات الندية، تحية صباحية جميلة جدا لكل أهلنا في ود مدني ولكل أهلنا في كل مكان في السودان، بنحييهم ونصبي عليهم ونقول لهم متواصلين معاكم في صباح الشروق.